اطلق منتدى الاعمال الفلسطيني اليوم مبادره بعنوان التكامل الاقتصادي الفلسطيني العربي للمساهمه في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وصمود المقدسيين وثباتهم وافشال مخططات التهويد وتقوم المبادرة التي أعلن عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي على تعزيز فرص التبادل التجاري بين رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وبحث معوقات التبادل الاقتصادي بين الفلسطينيين وبين بقية الجسم العربي وعن الآليات التي ستعمدها المبادرة وأنها تعتمد على عقد منتديات وورش عمل وندوات ومعارض ومخاطبة الجهات الرسمية العربية والدولية لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض ومساعدة رجال الأعمال الفلسطينيين على إطلاع نظرائهم العرب على الفرص الاستثماريه المتاحه في الاراضي المحتله اضافه الى مناقشه اجراءات تعديلات على نصوص الاتفاقيات هذا المؤتمر هو بدايه للاعلان ودق الجرس باتجاه يعني ان ننتفض على هذا الاقتصاد الإسرائيلي هذا الاقتصاد المحتل نريد أن نسوق صناعاتنا في الخارج نريد أن نعمل على تطوير هذه الصناعة اللي إحنا ابتدأنا فيها كما تحدثت الشاشة قبل قليل لدينا الصابون لدينا الكبير هذه الصناعات قديمة جدا بس ولكن لدينا الصناعات الذي نعتمد عليها وممكن تطويرها من خلال وجود أيدي فلسطينية مئة بالمئة وعقول جيدة وأيضا يعني العمل على انتشارها بالأسواق